اليوم رانا تحصلنا على الاستفاده تاع السكن الترقوي. نشكر سياده الوالي والمسؤولين واطارات ورقلة اللي فتحوا لنا هذا الباب، وان شاء الله يكون على جميع سكان ولايه ورقلة ان شاء الله. كثر خير سيد الوالي اللي تفكرنا، وكثر خير البلديات والدوائر وكل على مانيش فرحانه وميات فرحه بعد، ويكثر خيركم أعطيكم الصح. اليوم احنا قمنا بتوزيع 200 سكن ترقوي بورقلة وتوغرت 118 و80، وكذلك مدينا 500 إعانة في السكن الريفي، وكذلك غتمنا هذه الفرصة كذلك لتسليم عقود ملكية للتجزئات العقارية الاجتماعية، حيث يصل عدد العقود المسلمة إلى 2000 عقد مسلم. كذلك اليوم اغتنمنا هذه الفرصة وبلغنا يعني سكان الولاية بأن هناك برنامج تاع 3000 سكن سلمناه لرؤساء الدوائر، وشهرنا إلى حد اليوم 800 مستفيد، والبقية ستأتي إن شاء الله بعد العيد.